السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله تعالى موعدنا مع الدرس الثالث في الجزء الأول من دورة المرضى التثقيفية في العلاج الروحي. هذا الدرس الثالث هو خاص واسمه عقيدة المريض، عقيدة المريض المسلم. ماذا نقصد بعقيدة المريض المسلم؟ أنا مسلم، كلنا نقول نحن مسلمون أو نحن مؤمنون، لكن ما هي عقيدتنا؟ ما هو الشيء الذي نعتقده ونجزم به ونقوم به؟ هل يكفي أن نقول أنا مسلم؟ عقيدة المريض المسلم من حيث ماذا؟ من حيث معرفة خالقه، يعني قبل ما تتعالج. وكثير ممن يتعالجون يقول يا شيخ يعني ما عرفت ماذا أصنع في حالتي، أدعو الله، أقوم بأعمال كثيرة. هنا نقول فتش عن نفسك إذا أصابك بلاء، فتش عن نفسك إذا أصابك بلاء، واسأل نفسك ماذا أعتقد في خالقي، من هو خالقي، ماذا تعرف عن الله سبحانه وتعالى. والله يا إخوان هناك جهل كثير في معرفة العباد لخالقهم، معرفة من هو. بمثال بسيط أقول، إذا قال لك تعرف فلان الفلاني، إنسان مشهور مثلا، يقول نعم أعرفه، ماذا تعرف عنه؟ قل أعرف أنه إنسان مثلا مخترع، أنه ولد عام كذا، أنه هو الذي اخترع هذا الاختراع الفلاني، وهو حائز على جائزة كذا عام كذا، وكرم عام كذا، وله اختراعات أخرى هي هذا وهذا وهذا، وهو الذي طور، وهو الذي أنتج، وهو أغنى، وهو نقول كل هذا تعرفه. إذن هذا مثال، وتراه أنه شيء مثلا يعني قدوة في هذا المجتمع، أو أنه مخلد ذكره منذ 100 سنة، 200، 300 سنة. ماذا تعرف عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو نبي الرحمة ونبي فقط، هذا ما تعرف شيء آخر. مع أن الغرب الآن يتكلمون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول مثل ما يقول هو التوب إلى الآن في كل شيء. لو جئت تبحث عن أشهر إنسان وفيه كل الصفات على رأس كل 100 سنة ستجد هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، بل في كل شهر، بل في كل لحظة. وإذا أردت أن ترى من أكثرهم أتباعا إلى الآن منذ ذلك الوقت هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نحن ما نعرف أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وخالق هذه الأكوان، ما هو معرفتك عن خالقك؟ أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، ما علمنا منها وما لم نعلم، هل علمناها؟ هل درسناها؟ هل فهمنا ما هي؟ والله لو فهمناها لكفتنا. إذن معرفة المريض بخالقه هذه مسألة هامة. مسألة الإيمان وأركان الإيمان، كثير من الناس قد يسمعها لك، الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن من يريد تطبقها؟ هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي أنت تؤمن به أنه هو يعني يبتليك بالخير والشر، فتنة وامتحان، وأنه الذي أمرك بالصبر وألا تصرخ وألا تبكي وألا وألا، وأنه الذي وعدك بالأجر العظيم، وأنه الذي يعني قدر لك هذا الأمر قبل أن يخلقك ويعلم ماذا ستصنع، وأنك في هذه الدار دار امتحان، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقك الصبر، وأنه الذي ما ابتلاك إلا ليعافيك، وأنه كل هذه الأمور نحن ما نعرفه، وأن من أسمائه الشافي، وأشياء كثيرة نحن نجهل من هو خالقنا. لو عرفنا هذا الأمر لعشت كما عاش السلف وعاش الصحابة من قبل. وأيضا مسألة الإيمان، تأتي عند المرضى تقول له مثلا الحكم الفلاني في هذه المسألة، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يعني موضوع معين هكذا، ما يقبله العقل، يقول لا يا أخي لا تكبر المسائل، ما يؤمن. يقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح البخاري في مسلم في الصحاح، يقول لك لا لا لا. طيب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ماذا؟ هناك ملائكة، نعم، يعني عالم آخر. إذا أردنا أن نشرح
لكننا نقول لكل مريض لابد أن يكون عندك هذه الثقافة وتعود، ولا يكفي أن تقول أني مسلم. تقربك إلى الله سبحانه وتعالى وتعرفك إلى الله سبحانه وتعالى يعطيك قوة كبيرة، هذه القوة الإيمانية التي نحن يعني دائما نشحذ بها همم المرضى لأن أكثرهم جاهلين. ما هي عقيدتك أيها المسلم مثلا في قضاء الله وقدره؟ أذكر امرأة وذكرت قصتها، كانت تقرأ البقرة في اليوم 3 مرات، مسلمة تصلي تصوم تفعل كل شيء، لكنها جاءت ذات يوم، نقول هناك خلل في العلاج. لهذا دائما نقول فتش عن نفسك عقيدتك مع الله سبحانه وتعالى. قالت ماذا يا شيخ؟ أقرأ البقرة 3 مرات وأصلي وأصوم وأتصدق وأفعل ولا أؤذي أحد. قلت تصبري، لكن في خلل، هناك خلل. ما هو الخلل؟ قالت كلمة، قالت يا شيخ لماذا أصلا الله يبتليني؟ ماذا فعلت أنا حتى يبتليني الله؟ قلت هذا هو الخلل. إذن هذه عقيدة. ما هي عقيدتك في القضاء والقدر؟ إذا هذه عقيدتك في القضاء والقدر، وكثير من الناس يقول هكذا. أحدهم مرسل رسالة يقول أنا يعني لا أريد أن أزكي نفسي، أنا من أفضل الناس وأتقاهم وأصلي ولا أؤذي أحد وأبر بأمي وأفعل بجدي وأفعل، يعني كأنه في كل شيء 100 من 100، وما أدري لماذا يعني تنقلب علي الأمور هكذا. إذن أنت لا تعرف ولم تطلع على القدر ومراتبه وما هي حكمة الله سبحانه وتعالى من الابتلاء. ما هي حكمة الله سبحانه وتعالى من الابتلاء؟ أنت خير من الأنبياء، هم كانوا ما نقول 100 من 100، 1000 على 100، 1000000 على 100 في كل شيء، ويبتليهم الله سبحانه وتعالى يرفع منزلتهم. هنا الإنسان المسلم حينما ينظر إلى موضوع العقيدة، عقيدة المسلم الحقيقية، والله ما يحتاج إلى راقي، وأنا أقولها وأنا أعلم ماذا أقول وبصدق. ممكن يريد أن يذهب إلى راقي يأخذ منه فقط ماذا أصنع، أما أنه يذهب يتردد هكذا مثل ما يفعل بعض الناس، يجري يا شيخ لابد موعد لابد موعد، نقول راجع عقيدتك. والله مثل هؤلاء المرضى أنا أتجنبهم. يا شيخ لماذا ما تعطينا مواعيد أخرى؟ أقول لا، أعطيتك موعد يكفيك، الآن تمشي بنفسك. يذهب عند الآخر، بعضهم أتوسل إليك يقول لك الله يخليك أرجوك. تقول له حينما يأتيك، تقول له أسألك بالله هل ألحيت على الله مثل ما تذهب عند الرقاة؟ لأن بعضهم يأتي عندك يوم عند فلان يوم عند فلان يوم عند فلان يوم، بعضهم يأتيك ويقول لك الآن جئت من عند الراقي الفلاني عندك على طول، الآن أخرج من عندك عند فلان على طول، لماذا؟ يقول أريد أن أنتهي. نقول هل الوقت الذي تقضيه عند الراقي فلان وعندي وعند فلان تقضيه مع الله سبحانه وتعالى؟ قل لا، يصلي صلواته، يسمع أشرطة، يسبح، يقرأ البقرة، لكنه يجلس هكذا مع الله. يا رب أنا ما المشوار بالسيارة تذهب نصف ساعة أو ساعة، بعضهم يأتي من مكان بعيد، سبب نعم، لكن لابد أفعل أضعافه مع الله سبحانه وتعالى، أبيت الليالي هكذا أنا مع الله فقط. هذا ما قصدته من عقيدة المسلم أيها الأحبة، الذي يعني لابد أن يعيها كل مريض. طبعا أيضا من عقيدة المسلم وفي مسألة التداوي، في مسألة التداوي وهي من أهم الأمور، التسخط على الله سبحانه وتعالى وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. وسوء الظن غالبا ما يقع إلا من المنافقين، كما جاء في سورة الأحزاب وغيرها من السور الكثيرة والآيات الكثيرة. وأما المؤمن يقول هذا ما وعدنا الله، في ابتلاء، في تعب، في أذى، هكذا ترتقي في درجات الجنة. المؤمن إذا أصيب هكذا ويبدأ يفتش نفسه، فوجدنا يعني كثير ممن يلحون في الرقية ويذهبون عند الرقاة، أكثرهم بالفعل أكثرهم. هناك فئة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، متوكلون على الله وإنما يأخذون بالأسباب، ولكن فئة كثيرة تجده متسخط، حتى أن بعضهم يعني يذهب للراقي للعلاج ثم يخرج يقول للراقي كذا خلاص، يعني ما يخرج ما في نتيجة ويشتم الراقي. وكم حدث علينا وعلى إخواننا، أنت تذهب عند الراقي ومثل ما نسمع من المرضى ومن ذوي المرضى وممن يحاربون الرقي والرقاة ماذا يقولون؟
يقولون يبيعون الوهم، يكذبون على الناس، يخدعون الناس، يفعلون، يتركون. نقول وهل الراقي بيده شفاء؟ فإذا ذهب المريض إلى الراقي وهو يظن أن عنده شفاء، هذا خلل في العقيدة. أنت تذهب عند الراقي من أجل أنه هو سبب فقط، تقول يا رب أنا الآن أذهب للسبب فقط وأنت المسبب، أنزل الشفاء. ما نزل الشفاء هذا ليس له ذنب، إلا إذا هذا الراقي كان مجرم، يعني دخل في الرقي هكذا هو سيء، أو ما أعطى الحالة حقها مثلا، بعضهم هكذا بالنظر فقط يقول أنت حالتك متطورة أنت، أو يعني غير ذلك. هنا نقول نعم. لهذا أكثر من يذهب إلى الرقاة أكثر، وأنتم تحكمون بهذا، يذهب وكله أمل أن يشفى، فإذا لم يشفى وذهب عند الآخر ما يشفى، ماذا يكون جوابه دائما أو كلامه مع الراقي؟ أكثرهم يقول يا شيخ ذهبت عند كثير من الرقاة وما في فائدة، والله ذهبت فلوسي على الفاضي، ذهب وقتي على الفاضي، سمعت أشرة الرقية كلها، قرأت البقرة 40 يوم، 50 يوم، 2 شهر، 7 مرات، 3 مرات، ما في فائدة حتى كلام الله. إذن هذا خلل في ماذا؟ في عقيدة المسلم، لابد أن تتعدل وتصلح. شيء ثاني في عقيدة المسلم ماذا؟ أنه قد يضعف ويذهب عند الساحر أو عند الساحرة، أو بعضهم ما يذهب، يتصل بالهاتف، قالوا في واحد هو يعرف فقط، فيقول أنت مسحور، سحرك أنا ممكن أخرجه لك، لكن لابد تأتيني أو تصنع كذا وتفعل كذا. وبعضهم قد يسافر للخارج ويقوم يذهب عند بعض السحرة هؤلاء، وما تكون النتيجة، ثم يأتي عندك كراقي. وكم رأينا أمثال هؤلاء. لهذا دائما أنا أسأل المريض، ما تقرأ فقط هكذا؟ لا، تعال. ذهبت؟ قل نعم. عند رقاية؟ قل نعم. وغيرهم يسكت. قل لي بصراحة، يقول والله يا شيخ ذهبت عند واحد قالوا أنا راقي لكن فعل كذا، قل له ساحر، وذهبت عند واحد قال كذا، وقريبي أخذ فنيلتي أو شيء من هذا وأرسلها إلى البلد الفلاني وقالوا هذا مسحور، يقول يعني ذهبت عند السحر وأرسلت ملابسك عند السحر واستفسرت من عند السحر. نقول إذن هذا شيخ، وأخذت الشيء تبخرت بها من عند السحر، وأشياء حملتها حجابات، ثم بعد هذا تأتي تقول الرقية، نقول لا بد صحح عقيدتك. وبعضهم يخرج من عندك ويذهب عند ساحر، والله هذا حدث عندي، يخرج من عندك ويذهب عند ساحر. بعض الإخوة الذين يتعاونون معنا من خارج البلاد يذكرون لي قصة مثل هذا، أقول له في خلل، يقول سألت الأسرة قالوا بعد ما تعبنا معك ما وجدنا نتيجة، اضطررنا أن نذهب عند شخص ساحر وأيضا ما وجدوا فائدة، ثم رجعوا عند هذا الأخ مرة أخرى. قلت له مثل هذه الحالة تتركها. إذن هنا عقيدة المرأة المسلم يفعل هذا. وبعضهم يذهب عند من يستعين بالجن المسلم كما يقولون، فيذهب عنده ويقول له أنت في كذا، وهذا الجماعة الذين معه قالوا عندك كذا وعندك كذا، كل يوم هو يسمع منه قصص. إذن هو دخل في حكم سؤاله للعراف الذي يعرف الشيء، مرة يجد وعشرين مرة ما يجد شيء، فيبقى قلبه معلق بهذا الشخص. وبعضهم من يكون له باع في القيام ببعض الأعمال الشركية، الأعمال الشركية قديما مثلا يذهب إلى قبر، يذهب إلى هو مسلم يصلي عقيدته موحد، يقول لكن قالوا العلاج ما يتم إلا بهذه الطريقة أو بالأمور التي تحدث في هذا الزمان، أمور الطاقة الشركية، تعليق الأحجار المعينة، بعض الأحجار الكريمة أن هذا يدفع كذا، أو لبس أنواع من العقيق، أو تضع على أكتافك الشيء الفلاني، أو مغناطيس، أو الأحجار بألوانها، وتجلس جلسات مثل الهندوس والعياذ بالله والبوذيين، تجمع الطاقة وتفعل بالطاقة. هذه كلها أعمال لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. ولو صلى الإنسان بدل هذه الأفعال وبدل هذه الحركات وأطال في سجوده لكان خيرا مما يفعله. هذا مختصر أيها الأحبة لأن يفتش المرء المسلم والمريض عن عقيدته وكيف يسلك المسلك الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى حتى يعطيه الشفاء وينزل عليه الشفاء. أسأله سبحانه وتعالى أن أكون اختصرت وأفدت. طبعا هذه مفاتيح، أنت الآن وأنت الآن لابد أن تبحثوا في هذا وتعودوا إلى دينكم، لأن هذه الأمور حتى أشرح سندخل في دروس توحيد وفي دروس في الفقه،
في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي تفاسير الآيات، ولا يتسع المقام لذكر هذا كله في مثل هذه الدورات. ولكن المسلم يبحث ماذا عندي، انظر ماذا عندك. عندك تسخط لابد تفتح تقرأ في التسخط، عندك تشاؤم تقرأ في هذا التشاؤم، مثل ما يحدث من بعض المرضى أنه عنده تشاؤم يتعالج عنده تشاؤم، رأى قط أسود مشى أمامه وقال اليوم نحس ما أذهب يرجع. نقول مثل هذه الأمور كلها مرفوضة في ديننا. أسأله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفينا في هذا الدرس وأعطينا مفاتيح لكل من احتاج الزيادة، ينهل من كتاب الله ومن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.